هناك صحابية مظلومة هي هند بنت عتبة. ثم تقبل هند بنت عتبة رضي الله عنها بعد ذلك في فتح مكة وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وتصبح مسلمة. أنت اللي قتلت عمي، أنت التي بقرت بطنه، أنت اللي جدعت أنفه وقطعت أذنيه وأكلت كبده. بنات طارق نمشي على النمارق، والدر في المخانق، والمسك في المناطق، والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق.